تمام. احنا كنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا عندنا مين جروب اللي هم مين؟ الالكي ميتال والهالوجينز والانيرت جاز. الالكي ميتال اللي هم 1A جروب 1A، والهالوجين اللي هو جروب 7A اللي هو 17، والانيرت جاز اللي هو 0 جروب او 18 جروب. طيب مالهم دول بقى؟ هناخد كل جروب ونشوف ايه اللي فيه، يعني هناخد فكرة سريعة كده عشان لما نيجي نحل الأسئلة. قلنا أول حاجة إن أنا عندي الألكلاي ميتالز، ده الجروب ايه؟ ده قاعد فين؟ في الاس بلوك، في الليفت سايد، الجزء الشمال. طيب في عنده فيزيكال بروبرتيز ان هو جود كوندكتورز اوف هيت اند الكتريستي، ان هو سوليد ان اوردينري تمبريتشر اند زي هاف ميتاليك لاستر، ان هو صلب في درجه الحراره عاديه وعنده ميتاليك لاستر درجه ايه؟ درجه ميتاليك لاستر، عنده بريق معدني. بعد كده most of them have a low density، عنده ايه؟ اقل كثافه، كثافه عنده قليله. في مشكلة ولا ايه؟ خلاص. بعد كده هناخد ان هو اقل دينيسيتي، الدينيسيتي بتاعته بتبقى خفيفة. ماشي يا طارق، ماشي يا خالد، تمام خلاص انا عارفة، هناديك بخالد متقلقش. خلاص طيب تعالوا بقى نشوف الكيميكال بروبرتيز. احنا قلنا طالما هو في جروب 1 يبقى الاوتر موست انرجي هيبقى عنده 1 الكترون، يبقى معنى كده ان هو في التفاعل الكيميائي هيقلص، هيفقد ال 1 الكترون ده وهيتحول لايه؟ وهيتحول ل بوزيتيف ايون شايل ايه؟ 1 تشارج، 1 ايه؟ 1 تشارج، 1 بوزيتيف تشارج، شحنه واحده موجبه. طيب تاني حاجه، the chemical activity element so they kept under the surface of kerosene. ما هو من السيفن جروب ده اللي هو فيه الصوديوم والبوتاسيوم، دول من الاليمنتس اللي نشطه، اللي انا بحطهم تحت اندر كيروسين to prevent reaction with ايه؟ ميوسيت اير، عشان ما يتفاعلش مع الهواء الجوي. their chemical activity increase as atomic number increase. ليه؟ انا طول ما انا نازله هنا زي ما احنا متعودين ان انا بزود انرجي ليفل بحاله في 8 الكترونات، فانا ببعد عن ان يقلص. كل لما الاتوميك سايز بيزيد، ما انا بسجل كل لما الاتوميك سايز بيزيد، فالاتوميك نمبر بيزيد، الاتوميك سايز بيزيد، وما فلما الاتوميك سايز بيزيد حجم الاتومز بيزيد، فانا ببعد عن ان يقلص، فالبوزيتيف بيبعد عن النيجاتيف، فبالتالي بتلاقي ايه بيحصل؟ ايه بيبقى ايزلي الالكترون ده ان هو لوس ايزلي، هفقده بسهوله. تعالوا نشوف مع بعض كده الناس اللي هي بتحضرني مثلا لاول مره، اللي انا عندي مثلا الليثيوم عندي ايه 3 2 1، انما الصوديوم هزود انرجي ليفل تاني هيبقى 2 8 1 هيبقى اكبر، البوتاسيوم 2 8 8 1 وهكذا، اللي بعديه يبقى 2 8 8 8 1، يبقى عمالين نبعد. فهو هنا النيوكلاس دي فيها بوزيتيف وده نيجاتيف، كل ما انا ببعد الاتراكشن فورس بتقل، قوة التجاذب هتقل ما بينهم، فبالتالي الالكترون ده هيبقى فيه سهولة جامدة جدا ان هو يسيب الاتوم ويمشي.
فيبقى كل ما الاتوميك سايز بيزيد كل ما ما الكيميكال اكتيفيتي النشاط الكيميائي يزيد معايا. ليه؟ لان هيبقى فيه سهوله لترك الايه الاتوم بسهوله ويتحول لبوزيتيف ايه ايون. نيجي بقى يعني ليه السيزيوم is a most active alkali metals، ليه هو من السيزيوم فوق في آخر المجموعة؟ ليه؟ لأن أنا عندي هو أكبر largest atomic size السيزيوم، وبالتالي فهيبقى سهل جدا إن الفالنسي الإلكترون لوس إيزلي أفقده بسهولة، هيمشي بسهولة. طيب عملنا activity اللي هو جبنا إيه؟ جبنا reaction of alkali metal with water، حطيناها على water، يعني حطينا الصوديوم بلس ووتر عطاني ايه صوديوم هيدروكسيد. يبقى انا ليه سميتهم الكالاين جروب؟ علشان انا الجروب ده لما هحطه على ووتر رياكت ويز ووتر هيتحول لالكالاين سوليوشن، لمحلول قاعدي او قلوي. هيعمل ايه في اللتمس سوليوشن؟ هيعمل له ايه؟ هيحوله ليه بلو. خلاص برضو البوتاسيوم لما انا هحط عليه الاو اتش هيتحول لايه؟ لكالسيوم بوتاسيوم هيدروكسيد، وبرضو ايه هيطلع الهيدروجين جيز. طبعا انا قلت لكم قبل كده ان احنا لو فهمنا المعادلات هتبقى سهله جدا، يعني ال ان ايه هياخد او اتش من الاتش 2 او هتتبقى اتشيه واحده هتطلع اتش 2 هيدروجين. يبقى ليه الاليمنت في جروب 1 ايه سميناهم الكلاي؟ علشان هي رياكت ويز ووتر فورميشن الكلاين سوليوشن. طب الصوديوم فاير لو في حريقه في الصوديوم، ليه ان انا ما ينفعش بوت اوف ويز ووتر؟ لان الصوديوم انستنتلي رياكت ويز ووتر، يعني بمجرد ما بحطه على الووتر بيتفاعل بسرعه، وبيبقى التفاعل ده فيه بوب ساوند انفجار وبيطلع منه غاز الهيدروجين واحتراق حريقه يعني. فانا ايه لما يبقى الصوديوم ده محترق واجي اطفيه بالووتر فانا بزود الايه؟ بزود الحريقه، بعمل انفجار. تمام؟ نيجي بقى للهالوجين جروبز اللي هو 7A، الكلام ده احنا كنا شرحناه في الفيديوهات اللي فاتت فممكن ترجعوا لها. بس انا بعمل حاجه سريعه قبل ما نحل الاسئله على الاسم ده. الهالوجين جروب اللي هو 7A اللي هو 17 ده بيقع في البي بلوك في الرايت سايد في الجزء الشمال. الفيزيكال هو باد كوندكتورز، هو ده نون ميتال فهيبقى باد كوندكتور اوف هيت اند الكتريستي. الفيزيكال ستيت از جرادويتد فروم الفيزيكال ستيت هتبقى لا اما الفلوراين والكلوراين دول جاز، الفلوراين والكلوراين دول جاز، اما الليكويد والبروماين ده ليكويد، والسوليد ستيد اللي هو الايودين. يبقى هلاقيه عباره عن سوليد ليكويد جاز. الجاز زي مين؟ زي الفلوراين والكلوراين. الليكويد زي مين؟ زي البروماين. السوليد زي مين؟ زي الايودين. خلي بالكم الاكزامبلز دي المفروض تتحفظ، علشان لو جات لنا في كومبليت جات لنا في حاجه لازم تتحفظ ايه اللي سوليد وايه اللي جاز وايه اللي ليكويد وايه اللي حجمه الاتوميك سايز بتاعه كبير وايه اللي حجمه الاتوميك سايز بتاعه صغير وايه اللي اكتف ميتالز وايه اللي مش اكتف ميتال. يعني كل الاكزامبلز دي لازم تتحفظ علشان تلم الايه تلم الليسون ده. على بقى الكيميكال بروبرتيز، طالما هو في 7 جروب يبقى هو عنده في الاوتر موست انرجي، لان احنا نرجع بقى الليسون 1 اللي احنا كنا عن طريق الاتوميك نمبر بنعرف مكان الاليمنت ده فين في البريوت ومكانه فين في الجروب. لو هو في البريوت 3 يبقى هو عنده 3 انرجي ليفل. يبقى انا بحدد رقم البريوت بعدد الانرجي نمبر اوف انرجي ليفل، عدد مدارات الطاقة اللي عندي. اما بحدد رقم الجروب النمبر اوف جروب من اوتر موست انرجي ليفل، اخر مدار الكتروني فيه كام الكترون. فطالما ده في 7 جروب يبقى هو فيه 7 الكترونات في المدار الاخير، يبقى هو ناقص له الكترون واحد علشان يبقى ايه يبقى كونفيجريشن مشبع. فبالتالي هو حقيقي جيل هيكتسب هياتراكت هيجذب ناحيته الكترون من ماده تانية من اتوم تانية من ذره تانية، هياخدها ويكمل بيها الانرجي ليفل بتاعه ويبقى ايه.
طيب الفالانس بتاعته التكافؤ بتاعه هيبقى ايه؟ احادي 1. ليه؟ لان هو هياخد الكترون واحد، حجيل هيكتسب الكترون واحد فهيتحول لنيجاتيف ايون، شايل 1 تشارج و1 نيجاتيف تشارج، شايل شحنه واحده موجبه. طيب الكيميكال اكتيفيتي therefore they not exist individually in nature but they exist in chemical compound. هو في الطبيعة مش هلاقيه قاعد لوحده لأنه هو نشط كيميائيا، هو chemical active. chemical active يعني نشط كيميائيا، الجروبز ده نشط، كل العناصر اللي فيه نشطة كيميائيا، فبالتالي مش هلاقيهم قاعدين لوحدهم كلوراين فلوراين لوحده، لا هلاقيهم ايه؟ هلاقيهم exist موجودين في chemical compound. يعني هلاقي مثلا ايه؟ صوديوم كلوراين، تمام. طيب يعني مثلا اهو عندي انا they exist in the form of diatomic molecule from formed of two atoms. يبقى دايما هلاقيه diatomic molecule، يعني هفتح المولكيول الاقي فيه two atoms، ذرتين، يعني F2 Cl2 Br2 I2. يبقى المولكيولز بتاعه diatomic يعني فيه two atoms، تمام، مش هيبقى متكون من atoms واحدة. طيب they react with metal forming salt، هيتفاعل مع أي metal هيكون لي salt، وعشان كده أنا سميته هالوجين. هالوجين معناها salt formation، تكوين الإيه؟ الأملاح. يعني البوتاسيوم مع البروماين هعمل إيه؟ بوتاسيوم بروميد، ده ملح salt. الصوديوم مع الكلوراين هعمل صوديوم كلورايد اللي هو برضو الملح. طيب each element from halogen replace، اي element في الهالوجينز في الجروب ده بيحل محل، ريبليس بيحل محل الاليمنت اللي بلو اللي تحتيه in their salt solution. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو بصيت على الجروب ده هلاقي ايه؟ هلاقي فلوراين كلوراين برومين ايودين. طيب الكلوراين هنا جاي بعديه البرومين، فالكلوراين هنا ريبليس هيحل محل البلو اللي تحتيه اللي هو البروماين. يعني الكلوراين لو لقى البوتاسيوم بروميد، لقى البروماين متحد مع نون ميتال، هيقوم عامل ايه؟ واخده رميه وقاعد هو مكانه. يبقى هو هيعمل ريبليس، هيحل محل الاليمنت اللي تحتيه. يبقى الكلوراين ريبليس بروماين في الصلد بتاعه، فيبقى صوديوم كلورايد كلورايد ويطلع لي البروماين لوحده. يبقى كده هو حل محله. طب تعالوا كده، طب البروماين مين اللي وراه؟ الايودين. فانا لو لقيت صوديوم ايودت هقوم شايله الايودين رمياه وحاطه مكانه ايه؟ البروماين، لان الايودين ده بلو تحتيه، تمام كده اتفهمت. يبقى اي element في الجروب ده هيحل محل ريبليس الاليمنت اللي ايه؟ اللي تحتيه البلو. نيجي بقى للانير الجاز. الانير الجاز هلاقيهم برضو في البي بلوك، وهلاقيهم في الجروب 18 اخر جروب، ودول الجنرال بروبرتيز بتاعتهم ان زي بريزنت ان جازيوس ستيت، بلاقيهم في الحاله الغازيه. زير اوتر موست انرجي ليفل كونتين 8 الكترون. اكسبت هيليوم. كل الـ العناصر دي لو جيت وزعتها الكترونيا هلاقي اخر مدار مشبع خلاص فيه 8 الكترونات، عشان كده هو مش محتاج حاجه من حد، ومش محتاج يخش اي تفاعلات كيميائيه ما عدا طبعا الهيليوم، هلاقي عنده 2، تمام. Their valency equal 0. ليه الفالانسي بتاعه زيرو؟ لان هو because their outermost energy level is steward. steward يعني مشبع خلاص، مش عايز، لا عايز لا جين ولا نص، خلاص هو عنده 8، فمش محتاج لا يكتسب ولا يفقد ولا يخش في تفاعلات كيميائيه اصلا. طيب they are chemical inactive element، هو غير نشط. ليه؟ علشان don't react with other element، other element ما بيتفاعلش مع اي element تانية under normal condition في الظروف العادية. They exist in their form
مولو اتوميك مولكيولز، يعني لو فتحت المولكيول بتاعه هلاقيه هو ذره واحده بس، ارجون واحد، كريبتون واحد، نيون واحد، هيليوم واحد. ليه؟ لو هو خشش في تفاعلات مش محتاج يرتبط بذره تانية، هو لوحده استورد مشبع خلاص، هو مش محتاج حاجه تانية خلاص. بعد كده اخدنا some element واليوزز بتاعتها واستخداماتها. قلنا مثلا الصوديوم بستخدمه في الايه، it used is liquid state in the nuclear reactor، بستخدمه في الحاله بخليه liquid في الحاله السائله، واستخدمه في المفاعل النووي because is good conductors of heat that can transfer heat from inside nuclear reactor to outside. عشان هو الحالة هو الصوديوم جود كوندكتورز اوف هيت، جيد التوصيل للهيت، فهيعمل ايه؟ هخليه ياخد الهيت من جوه النيوكلير رياكتور، من جوه المفاعل النووي، يوصلها لبره المفاعل النووي اوت سايد خارجه، علشان اخد الهيت انرجي دي وابتدي جنريتنج الكتريسيتي، اولد بيها كهرباء. طب الكوبالت، الكوبالت فود بريزرفيشن، بحفظ بيه الطعام because is radiate emits، علشان الكوبالت ده اصلا من الراديو اكتيفيتي يعني مشع، الكوبالت ده عنصر مشع بيشع رايز، فيه اشعاعات بتطلع منه، ايمت جاما رايز، بيمدنا بالجاما رايز اشعه جاما which prevent the reproduction of microbial cell، بيمنع الخلايا الميكروبيه ان هي reproduction تتكاثر without an effect on human، علشان ما تاثرش على الايه، على الانسان. تمام. السيليكون بقى slides are used in the manufacture of electronic devices used such as computer and transistor. ليه السيليكون بستخدمه في كده؟ عشان السيليكون ده اصلا ميتولويدز، فاكرين الميتولويدز اللي احنا قلنا عليهم ان هما جامع بين البروبرتيز بتاع الميتال والنون ميتال، يعني ما تفهمش ده ميتال ولا نون ميتال، هو عنده الصفات بتاع دي والصفات بتاع دي، فانا سميته ميتولويدز او سيمي كوندكتورز، اشباه موصلات، يعني هو جامع لا جود كوندكتورز اوف الكتريستي ولا باد كوندكتورز اوف الكتريستي، هو جامع بين الصفتين، فهيبقى سيمي شبه موصل، يعني هو بيبقى عنده القدرة على توصيل الكهرباء تحت بشرط التمبريتشر، يعني في درجة حرارة معينة يوصل الكهرباء، في درجات الحرارة التانية ما يوصلش كهرباء. يبقى أنا استخدمته ليه؟ في المانيفاكتورز بتاع الترانزستور، علشان هو سيمي كوندكتورز اشبه موصل، بيوصل الكهرباء دي بنت اون تمبريتشر، معتمد على درجه الحراره، يبقى الجهاز لو سخن ما يوصلليش حراره يقطع، عشان الجهاز ما ايه، ما يبص. تمام. يعني بستخدمه في الاجهزه الحساسه، علشان اول ما تزيد درجه الحراره يفصل على طول الايه، يفصل الكهرباء، وبالتالي الحراره ايه، تهدى. النيتروجين برضو it used in preservation of كورونا اوف ايز، الهيدروجين بستخدمه في حفظ، كنت بستخدمه في حفظ الاطعمه، ودلوقتي بستخدمه في حفظ الكورونيا، الكورونيا اللي هي القرنيه بتاعت العين، لو انا مثلا في قرنيه بتاعت عين وهتقعد فتره لغايه ما تتنقل للشخص اللي انا عايزه انقلها له، فانا هحفظها بايه، بالنيتروجين. ليه؟ due to decrease in its boiling point، لان هي البويلنج بتاعته بتقل لغايه كام؟ نيجاتيف 196 سليزياس ديجري. تمام. يلا بينا ندخل على الأسئلة. تعالوا في ورك شيت 7 و8، ايه رأيكم لو حلينا
ورك شيت بيجمع بين ليسون 1 و2 و3. يعني ايه؟ نعمل ريفيجن عام كده على كل الايه اللي احنا درسناه من اول ما اخد. اللي عايز يشترك معايا ريز يور هاند يا جماعه. ريز يور هاند اللي عايز يشترك معايا في الاجابه. يلا يا خالد. خالد حضرتك يا مس، يلا هي قول لي بقى كده اول سؤال. تعالى نقرا مع بعض اول سؤال، كنا لسه حتى سبيس مجاوبينه. از راديو radioactive element. راديو اكتيف. راديو اكتيف element يعني عنصر مشاع، بيطلع اشعاع، بيطلع ريز. مين لسه قايلين شويه؟ كوبالت. كوبالت. اكسلنت، ممتاز. كوبالت، سوري معلش بكتب بالعربي. شكرا يا خالد. عشان لسه هبقى جاوب تاني. حاضر ماشي. يلا يا روان. روان ممكن بس يس. هالوجين مين؟ يعني ايه الحمد هالوجين؟ لله رب. React with water ولا formation solved؟ فورميشن سولت. الهالوجين الالكلاين هو اللي هيتفاعلوا مع الووتر هيكونوا لي الكلاين سوليوشن، انما الهالوجينز معناها ايه؟ فورميشن اوف سولت. سولز. يس شكرا. معلش يا احمد يحيى، ممكن تبعت لي رسالة على الواتس عشان افتح لك تجاوب معانا على الجروب؟ ابعت لي رسالة على الجروب معلش عشان ما يبقاش في الناس اللي هي داخل. تمام، يا ريت تبعت. ابعت اوام طيب عشان تجاوب. يلا يا خالد. خالد ماشي يا مس. نمبر 3. both of space and space are example of acidic oxide. تبقى الأولى CO2 والتانية SO2. اسيدك اوكسايد. برافو. اللي هي الاسيدك اوكسايد هتبقى ميتال ولا نون ميتال؟ الأسيدك أوكسيد ميت. ميتال. نون ميتال. انت مش بتقول سي او 2؟ نون ميتال. نون ميتال سي او 2 وايه واس او 2 بس اوتو. اللي هو السلفر والكربون، دول لما بيتفاعلوا كومبين ويز اكسجين هيعملوا لي اسيدك اوكسايد. ليه اسيدك اوكسايد؟ عشان لما انا هحطه ديسولف ان ووتر هدوبه في الميه هيعمل لي اسيد، هيعمل لي حمض، هيعمل لي كربونيك اسيد او هيدروكلوريك ايه اسيد. تمام. تمام يا احمد. يلا يا احمد يلا. معلش يا ابني الناس المزعجة اللي بتخش لنا في الجروب دي بخلينا ما نفتحش. يلا بينا نمبر فور. من element of the same period نفس البريد are similar in the number of electron in the uttermost energy in the uttermost energy level لا period. ثواني بقى. الاليمنت، بص بقى الاليمنت اللي موجوده في ايه، في البريوت ولا جروب اللي عندهم نفس الالكترونز اللي في موجود في الاوتر موست انرجي ليفل. هو هتعرفها منين بقى يا احمد؟ لما احنا اتفقنا مع بعض رقم البريوت نمبر اوف بريوت بجيبه من ايه، من نمبر اوف انرجي ليفل صح؟
يعني لو موجودين في نفس البريد هيبقى عندهم نفس الانرجي ايه؟ ليفل هيبقى نفسهم عدد مش الانرجي. عارف طب اللي موجود في نفس ليفل الجروب هيبقى عنده ايه؟ مش جروب اسم ده ديفرنت. بص بص، احنا عندنا قانون بيقول لك ايه؟ بيقول لك النمبر، ودي لازم ايه نعرف، اوف بيريود ايكوال هتساوي نمبر اوف انرجي ليفل. دي لازم نبقى عارفين. يعني انا عايز اعرف الاليمنت ده مكانه فين، بيريود كام، اشوف عنده كام انرجي ليفل. عنده 3، عنده 4، عنده 5، يبقى هو في بيريود ايه؟ طبعا احنا عندنا كام انرجي ليفل اصلا؟ اكبر ذره هيبقى عندها كام انرجي ليفل؟ 7. يبقى احنا عشان كده عندنا 7 7 بيريودز، 7 ايه؟ 7 فترات. تمام. طيب النمبر اوف جروب النمبر اوف جروب هيساوي ايكوال ايه؟ نمبر عدد الالكترونز ان اوتر موست انرجي. تمام كده. يبقى انا الجروب بتاعي مثلا 1، يبقى هو في الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه في 1 الكترون. ها بقى، يبقى هنا كل اللي في الجروب ولا اللي في البريوت عندهم نفس الالكترونات في اخر مدار. يا احمد قفلت المايك ولا ايه؟ لا مش معاك معاك ماشي، ها بالراحة كده جاب. يعني مثلا جروب 1 كلهم عندهم كام الكترون في اخر مدار؟ ها كان عندهم كام؟ كان عندهم 1. وفي جروب 7 كان كلهم عندهم كام الكترون في اخر، في الاوتر موست انرجي ليفل؟ عندهم سيفن برضه. عندهم 7. يبقى كلهم اللي في السيم ايه بقى، بيريوت ولا جروب؟ هنكتب ايه هنا بقى؟ اللي عنده نفس الالكترونات في الاوتر موست انرجي ليفل، ها جروب. سيم جروب سيم جروب جروب اللي في نفس الجروب هيبقى عندهم نفس الالكترونات. لو لاحظت لما كنا بنشرح الهالوجين وكنا بنشرح الالكلاين، لقينا ان الالكلاين جروب عشان هو جروب واحد، فكان كلهم اخر مدار عندهم فيه 1 الكترون. والتاني كان في جروب 7، فكان كلهم المدار الاخراني فيه 7 ايه؟ فيه 7 جروب. تمام. تمام يلا يا روان، شكرا يا احمد، ركز كده عشان تجاوب تاني. خلاص. يلا يا روان. يلا رايت ساينتفك تاني. بتروح وتيجي مش ولا يهمك. رايت ذا ساينتفك تيرم اتش فولوينج ذا ميتالويدز ويتش از يوزد ان ذا مانيفاكتشرز اوف الكترونيك دايفيز. يا روان معايا؟ سيليكون. سيليكون. اكسلنت. مين اللي بستخدمه؟ الميتالويدز اللي بستخدمه بعمل منه الاجهزه الكهربائيه، السيليكون. اكسلنت. يلا يلا يا خالد، اوام قبل ما تطلع درس الماس. حضرتك ذا هالوجين ويتش اكزيست ان سوليد ستيت ايودين. الهالوجين اللي اكزيست ان سوليد ستيت الايودين، عشان كده قلت لكم لازم ايه نحفظها. كان في الجازيوس اللي هو الفلوراين والكلوراين، وكان في الليكويد اللي هو مين؟ إيه لا، الجازيوس كان الكلوراين والايه والبروماين، وكان في ال لا البروماين كان ليكويد. يبقى دي السوليد ايودين، عشان كده قلنا لازم ايه نحفظها. يلا يا جماعة كلنا نتشجع كده، وإن لما بنحل بنفهم الدرس أكتر.
يلا يا احمد يحيى تاني، يلا يا احمد، احمد مس يلا بينا، تعالى نقرا كده مع بعض سؤال واحدة واحدة. كوريكت اندرلاين. ليكوفيد ليكيو ليكوفايد يعني سائل ليكوفايد النيتروجين، لسه شرحنا دلوقتي. is used in food preservation. هو نيتروجين بستخدمه في حفظ الطعام ولا حفظ ايه؟ قرنية ايه؟ ما اسم ده كورونيا. ايه كورني اوف ذا كورونيا ايز اوف ايه؟ اوف ايز. كورني اوف بحفظ ذا ايز بيه كورونيا ايه اوف ايز، يبقى لازم نحفظ الحاجات دي. نيتروجين بحفظ بيه الكورونيا، القرنية بتاعت العين. تمام. تمام. يلا يا روان، روان. أتمس. هالوجين exist in the form of monoatomic molecules. الهالوجين لو فتحت الموليكيولز هلاقي فيه اتوم واحدة ولا تو اتوم؟ لا دايناتوميك. دايأتوم. اكسلنت، دايأتوميك. طيب يلا يا خالد نلحقك قبل ما تمشي. يلا خالد. مع حضرتك بس. ترانسليشن elements lie in S block. No, D block. دي بلوك ترانسليشن elements اللي هي اللي في النص، اللي هي الجروب اللي هو البلوك اللي في النص، في الرايت سايد اللي هو اس، وفي قصدي الليفت سايد اس والرايت سايد بي، انما دي بلوك ده اللي هم اسمهم ترانسليشن element. جاوب الريزون اللي على الدور. اه طبعا. نشوف روين كده. طب تحل انت جيف ريزون معايا تاني بما ان انت فاتح المايك. ماشي. يلا بوتاسيوم is more reactive than sodium. هتبقى because the atomic size of potassium is larger than that of sodium. تمام، وكمان عشان البوتاسيوم في الكيميكال سيريس اكتيفيتي، في السلسله، في سلسله النشاط الكيميائي، البوتاسيوم قبل مين؟ مش احنا رتبنا في الدرس اللي فات في ليسون 2 جبنا الاليمنتس الميتال ورتبناهم ديسسندنج، ترتيب تصاعدي تنازلي قصدي من الكبير للصغير على حسب الكيميكال اكتيف، وسميناها كيميكال اكتيفيتي سيريس. ده معنى كده ان اجابتك صح برضه. ممكن اقول ان هو موجود في الكيميكال اكتيفيتي سيريس قبل الصوديوم، وممكن اقول زي ما انت قلت كده علشان ديو تو، بسبب ديو تو الات انكريس اتوميك نمبر and increase atomic size، علشان الاتوميك نمبر عنده كبير والاتوميك سايز اكبر من مين؟ اكبر من الصوديوم. اكسلنت. يلا يا روان، روان ماشي. يلا بينا. أيودين سؤال يلا يا روان سؤال اهو السؤال تو. كويس. السؤال انا شاشة بالظهر عندي. اه الشاشة عندك. اه أيودين كانت ريبليس برومين ان ذا ايتس سولد سوليوشن.
ليه الايودين ما ريبليس ما بيحلش محل البروماين لما يجي الصوبة؟ طيب قلنا في الهالوجين ان ممكن الاليمنت ريبليس يحل محل الاليمنت التاني في السولد بتاعه لو هو بلو تحتيه. ليه بقى الايودين ما بيحلش محل البروماين؟ عشان ايه؟ Because iodine is a solid while bromine is a liquid. لا، علشان هو مش تحتيه. مش احنا قلنا هيحل محله لو هو تحتيه، Yes. صح؟ احنا قلنا في الهالوجين واحنا بنشرح ان ممكن ان الكلوراين حل محل البروماين علشان الكلوراين كان تحتيه مين؟ البروماين، حل محله. طيب طالما الايودين مش هيقدر يحل البروماين، يبقى معنى كده ان البروماين مش تحت مين؟ مش تحت الايودين، الأرض تمام؟ يبقى هقول because because the bromine is not under the iodine. the bromine Do not locate it under the iodine. don't blue، مش تحت مين؟ الايودين، مش تحتيه. هو ممكن نسب، عشان كده مش هيحل ايه محله، لازم هو هيحل محله لو هو تحتيه. فاضل دقيقة ونفصل، والحصة بتاعتها هنخلصها على كده، يعني لأول ما تخلص خلاص كده هنخلصها على كده ونكمل الحصة الجاية. طيب تشوف